أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية أكد استعداد مملكة البحرين لتعزيز نطاق التعاون المشترك مع جميع الدول والمنظمات بغرض معالجة أهم التحديات المعاصرة والحد من تأثيرات تغير المناخ والتأكيد على الحاجة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وآمنة لجميع بلدان وشعوب العالم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الخارجية في اجتماع قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة 77 والصين التي تعقد في العاصمة الأوغندية كامبالا، برئاسة فخامة رئيس جمهورية أوغندا ومشاركة عدد من أصحاب الفخامة والمعالي قادة ورؤساء الحكومات وممثلي الدول الأعضاء في المجموعة. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته إن انعقاد هذه القمة يمثل فرصة سانحة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه دول الجنوب على كافة المستويات، مؤكدا أن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل متكامل لا يمكن بلوغه إلا من خلال العمل الجماعي المتعدد الأطراف. وشدد الزياني على تأكيد مملكة البحرين على أهمية العمل الدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، مجددا موقف مملكة البحرين الداعي إلى فتح آفاق لحل سياسي يؤدي إلى حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر. وقد أقر الاجتماع الوثيقة الختامية للقمة التي أكدت على احترام دول المجموعة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن انعقاد قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 والصين يمثل فرصة سانحة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه دول الجنوب على كافة المستويات، فقد أصبحت الحاجة مؤسسة إلى تعاون دولي حقيقي وجهود مشتركة في إطار العمل متعدد الأطراف الذي يوفر للدول النامية منبراً لرعاية مصالحها الاقتصادية الجماعية ودعم جهود التنمية المستدامة فيها والبحث عن حلول للصعوبات والأزمات التي تواجهها وفي مقدمتها إنهاء الصراعات والقضاء على الفقر وحماية البيئة والأمن الغذائي والأمن المائي وغيرها من الأزمات الحياتية. لقد اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي ركزت على القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الوصول إلى الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الإنمائية، غير أن تحقيق أهداف هذه الخطة بشكل متكامل لا يمكن بلوغه إلا من خلال العمل الجماعي المتعدد الأطراف الذي ينتهج المسؤولية المشتركة والتعاون المتبادل في إطار المبادئ الدولية المتعارف عليها من أجل عدم ترك أحد خلف الركب. إن مملكة البحرين تؤكد استعدادها لتعزيز نطاق التعاون المشترك مع جميع الدول والمنظمات وعلى كافة المستويات بغرض معالجة أهم التحديات المعاصرة وهمها إنهاء النزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة وبناء ثقافة السلام والتعايش والحوار في مواجهة فكرة التعصب والإرهاب والحد من تأثيرات تغير المناخ والتأكيد على الحاجة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وآمنة لجميع بلدان وشعوب العالم بما يضمن الحماية والدعم الكامل للفئات الأكثر ضعفاً في عالمنا ويوفر فرصاً للجميع للتمتع بمستقبل أكثر أمناً وازدهاراً ويحقق أهداف التنمية المستدامة. فخامة الرئيس، تؤكد مملكة البحرين أهمية العمل الدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية من أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين، وفي هذا الإطار تدعو مملكة البحرين إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في قطاع غزة لتخفيف معاناة السكان المدنيين التزاماً بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلة.